هل الأسئلة من الأسئلة اللي بتجيلي هي هل ستختفي الحساسية بعد العملية؟ أنا لدي تحسس من الغبار من التراب، هل بعد العملية خلاص راحت الموضوع؟ الإجابة هي لا، نظرا لأن الحساسية ده حاجة أساسية في الجين بتاعك، أنت مريض حساسية، الحساسية دي لن تنتهي في ظل أنك رحت بعد العملية، لن تذهب بعيدا، ولذلك هتلاحظ هنا أن الحساسية دي مهما ستفعل فيها، مهما عملت من عمليات، هي جزء أساسي منك، ولذلك حاول أنك تعتبر هذا الأمر جيدا، نظرا أن البعض بيفتكر أن العملية بعد إجراءها هيكون هناك نوع من أنواع اختفاء الحساسية، ده غير صحيح.